بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام. كتاب Bien lire et comprendre، سأضع الرابط في أسفل الفيديو لمن أراد تنزيله. كنا قد وصلنا إلى هذه الجملة كما نلاحظ، قلنا بأن هذه الأداة تسمى له. كما قلنا فيما سبق نتكلم عن ال كما عندنا في اللغة العربية، أولا أن تعرف الكلمة، ثانيا هاد له أنها تدل على أن هذه الكلمة مذكرة. أما في حالة المؤنث فنكتب لا، فنكتب لا، مثلا لا بال كما عندنا هنا لا بال. كلمة الكرة هي كلمة مؤنثة، إذن سنعرفها أولا بهاد ال اللي عندنا هنا لا، ثم أن هاد لا ستدل على أن هذه الكلمة هي كلمة مؤنثة. عندنا هنا لو بابا، لو بابا، إذا عندنا هذه بي، هذا أ، بي أ، بي أ تنطق با با، نفسها تتكرر هنا، إذا سنقول لو بابا، لو بابا. ثم عندنا أي، أي، كما قلنا فيما سابق لا نقرأها أست، لا نقرأها أست. وقلنا بأن كلمة است طبعا موجودة في اللغة الفرنسية بنفس الكتابة تتعني الشرق. نقول مثلا لو باطو سو ديريج فيغ لست، لو باطو مثلا سو ديريج فيغ لست، أن الباخرة تتوجه. هنا عندنا لو فيغ سو ديريجي، سو ديريج فيغ لست، تتوجه نحو الشرق. ما غنقدروش نقولو مثلا لو باطو سو ديريج، الباخرة تتوجه نحو كان، فعل كان، ميمكنش. من هاد المعنى ديال الجملة تنعرفوا بأن هادي راه است وماشي أي، على عكس هنا ما نقدروش نقولوا هنا شرق، لو بابا شرق هنا، إذا طبعا سننطق الكلمة أي ولا ننطقها است. لو بابا أي لا، ثم قلنا بأن هاد لا فوق أكينا واحد لاكسون كما تنشوفوا، وهذا قلنا فيما سبق. إذا هادي تختلف عن هذه كما تلاحظوا، إذا هذه تعني هنا، أما هذه فتعني ال، مثلا هنا لا بال، الكرة، الكرة. إذا ثم عندنا لو بابا دو مينا، لو بابا دو مينا. كما تلاحظون غنقرب المعنى هنا بواحد الحوار، أنا تكلمت وقلت لواحد السيد لو بابا إلا. أولا أنا عرفت هاد بابا، عرفته، لمن عرفته؟ ضفت له، وعلاش ضفت له؟ السيد اللي غيسمعني او السيده اللي غتسمعني انا اعتقدت بانها عارفه الاب، ملي غنقول لها او نقول ليه لو بابا إلا، الاب رهنا، الاب هنا. اذا انا عرفت الكلمه ظنا مني واعتقادا مني، يعني كنت اعتقد بان السامع سيعرف اي اب اتحدث عنه، لذلك قلت لو بابا إلا، إذا أنا عرفت الأب. في الكتابة نضيف له، وعند النطق المتكلم يعتقد بأن السامع يعرف هذا الذي يتحدث عنه. أفاجأ أنا عندما قلت له لو بابا إلا، تفاجأت بأنه يقول لي لو بابا دو كي، يقول لي لو بابا دو كي، لو بابا دو كي، بوان دانتروغاسيون، لأن عندنا سؤال هنا، غيقول لي لو بابا دو كي، أب من؟ هاد الأب ديال من؟ اللي تتكلمني عليه، إذا أنا أفاجئ بأنه لا يعرف الأب الذي أنا عرفته، ولو كنت أعرفه لا يعرف الأب، ماذا سأقول؟
سأقول أن بابا إلا. أقول مثلا أن بابا إلا، يعني أبون ما عرفتوش أنا. أبون واحد الأب في اللغة الدارجة تتجي مع الفرنسية كتير، وغنشوفوا أمثلة كتيرة. تنقولوا واحد الأب، تنشوفوا هنا واحد، هي واحد، واحد يعني آه، إن يعني واحدة. واحد الأب راه هنا، ما عرفتوش هنا، ولكن عندما أقول لو بابا إلا، لو بابا إلا، إذن أنا عرفت الأب. إذن طبعا أفاجأ بأن السامع يقول لي لو بابا دو كي، أب من؟ أضيف الكلام فأقول له لو بابا دو مينا، لو بابا دو مينا، أب مينا. راه نتحدث لك على أب مينا، لو بابا دو مينا، لو بابا دو مينا. إذن عندنا لو بابا، لو بابا دو كما قلنا من قبل يعني ديال، أو أن هذا يعود لهذا، لو بابا دو مينا. إذن عندنا أم إي تنطق مي، ثم عندنا أن أ تنطق نا. إذن طبعا كما قلنا مي هكذا، ثم عندنا أن، أن هكذا، ثم أ مينا، ثم عندنا هذه الأحرف في الحقيقة كلها دي فويال، كلها صوتيات كما تنشوفوا هنا. إذن عندنا إي أ إي أ أ أ إي أ إي 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 أ أ أو أ أو 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 أ أو أ أ أ أو. ثم عندنا هاد الكلمة اللي تكلمنا عليها، هنا نتحدث عن أرتيكل، أرتيكل ديفيني، كنا نتكلم عن أداة محددة، في حين أن هذه ستان أرتيكل أنديفيني، هذه أنديفيني. ملي تنقول أنا واحد الأب يعني واحد الأب، ما معروفش شكون، ما محددش. إذا نقول ستان أرتيكل أنديفيني. طبعا هاد له غنشوفو هنا بعض الأمثلة اللي فيها هاد له، مثلا كما عندنا هنا لو بابا، فوالا سي لو بابا، سي لو بابا، إنه الأب لو بابا. ثم عندنا لو جولي، جولي ميكي، لو جولي ميكي. إذا واضح من هذه الجملة هذه حرف جي، سلالات خجي، سلالات خجي، إذا هذا حرف جي. في الكتابة اليدوية نكتب هكذا. هكذا للإشارة. هذا غنشوفو من بعد، عندنا هنا الجي، هذا حرف جي، حرف جي، سلالات خجي. طبعا كاين واحد الحرف آخر في اللغة الفرنسية يسمى لالاتخ جي، جي، هذا الجي، هذا الجي، بحال نفخ ماشي أنما، بحال تنفخ من النطق ديالها. إذا نتكلم عن جي، هنا تنطق بالتفخيم، هذه تنطق كما نقول بالترقيق، إذا نقول جي، جي، هذه دائما تنطق جي، حيثما وجدتها تنطقها جي. هذه أحيانا تنطق مثل جي، وأحيانا تنطق غ، تنطق غ. مثلا نقول، مثلا لا غير،
يعني الحرب لا غير. انت تتنطق بحال جي، واش من وقت تتعطينا صوت ديال غا. حرف جي ينطق مثل جي اذا جاء بعده ا، اذا جاءت بعده اي، واذا جاء بعده اي. طبعا هنا كما تنشوفوا فرقوا بين هاد او وبين جي. علاش؟ باش ما نطقوش هاد الكلمه لا جير لا جير، لان لا جير بهذا النطق هي اللي تتعني الحرب، اما لا جير ربما ما كايناش او تتعني شي حاجه اخرى. هنا باش تنطق جير تعطي الصوت اللي باغي نحصلوا عليه ضافوا واحد اي هنا. علاش؟ لان اي الى جات بعد جي ما تتنطقش بحال جي. فرقوا بين او بين جي. وهذه الحاله غنشوفها في الصرف، كاين بعض الافعال تتلونوا في الصرف وفيهم هاد جي، بحال دابا لو فيرب مانجي، بحال لو فيرب مانجي مانجي مثلا، هذا لو فيرب مانجي. طبعا حسب الصرف وحسب القاعده معانو، طبعا نقول نو مانجون. حساب القاعده اللي تنطبقوا على كل الافعال، تنحيدوا هاد او ار وتنضيفوا او ان اس معنو، هذا غنعرفو من بعد. الا خلينا بحال هكا غنقراوها نو مانجو. علاش؟ لان هاد جي كما تنشوفوا ما جاتش موراها لا او لا الى ايكغيك، جات مورا او. اشنو غنديرو حنا باش نحافظوا على النطق ديال لو فيغ مانجي؟ هذا لو فيغ مانجي ماشي لو فيغ مانجي. معنو نقول نو مانجون، اذا طبعا نضيف او هنا، اذا حتى نقول نو مانجون. طبعا هذه فقط كاشاره. الذي يهم في هذا الشيء كله ان كاين عندنا حرف الجي وكاين عندنا حرف الجي، وهاد الجي تتنطق لنا بحال الجي الى جا بعدو او، الى جات بعدو اي، ولا جا بعدو ايكغيك. عندنا لو جولي، جو جو، اذا جي مع او تنطق جو، جي مع ا شنو تعطينا؟ تعطينا جا. بحال دابا جمال، جمال، اذا كلمة جمال مثلا كاين جي وكاين ا، جمال. اما الجي مع او طبعا تنطق جو، بحال اللي عندنا هنا جولي. كلمة جولي المقصود بها جميل، اما جميلة فنضيف او. هذه غنشوفوها في بعض النعوت اوصاف. هنا تنعتو هاد القط اللي سميتو ميكي، تنوصفوه بانه جولي، بانه جميل. تنوصفو هاد ميكي وتنقولوا على ميكي بانه جولي، اذا المقصود بانه جميل. كما تنشوف هنا ميكي كلمه مذكره، قلنا قلنا له لما قلنا، ولكن في حالات اخرى ممكن نقول لا جولي مثلا في، مثلا لا جو جولي في. المهم هذا في بنت، ولكن عندنا جولي يعني جميلة. هل هذا صحيح؟ طبعا حافظنا على هاد جولي، هاد جولي هي اللي هنا، طبعا نضيف هنا جميلة. هذه بحالة تتلعب الدور ديال التا مربوطة في اللغة العربية، ولكن ماشي كل الكلمات في اللغة الفرنسية المؤنثة راه في العربية مؤنثة والعكس. لا غير صحيح، ممكن نجد كلمات في اللغة الفرنسية مؤنثة وأيضا مؤنثة في اللغة العربية، وممكن نجد العكس. مثلا كلمة لاغب، مثلا كلمة لاغب لاغب يعني الشجرة، ولكن في اللغة الفرنسية هذه الكلمة راه مذكرة. أنا تنقول الشجر كأننا نقول الشجر، كلمة لاغب راه كأننا نقول لو أغب،
وهنا غنتحدثوا بهذه المناسبه على هذا او مع ا. علاش درنا ابوستروف هنا؟ كما تيتلاقى لنا شي ارتيكل او شي بريبوزيسيون يعني حرف بحال حرف جر، ما تنتكلموش على حرف بحال الحروف اللي تندرسونا بحال ال بحال جي او بحال او او بحال اس او بحال طي، لا بحال دابا في اللغه العربيه اما او في مثلا تيتسمى حرف جر. اذا ما تنتكلموش على هذا الحرف في حد ذاته، فهاد الحرف جر تتكون من حرفين كما تنشوفوا. اذا حتى في اللغه الفرنسيه هناك احرف، في حاله ما تتلاقى حرف من هاد الاحرف او مثلا شي ارتيكل بحال اللي عندنا هنا مع شي كلمه تابعها، الا كان هو تنتهي، الا كان هاد الارتيكل او هاد لا بريبوزيسيون يعني الحرف الا كان تنتهي بان فويال هاد الحرف او هاد الاداه، ثم الكلمه اللي تابعها تبتدئ بان فويال. هنا في هاد الحاله تنحذفوا الاول لا فويال الاولى وتنديروا ابوستروف لسبب بسيط. في عوض اننا نصعب الكلام نقول لو اربغ لو اربغ، طبعا نقول لاربغ لاربغ تجي سهله. طبعا راينا فيما سبق راينا لي فويال، قلنا بان كاين عندنا حرف ا، كاين عندنا حرف او، كاين عندنا حرف اي، عندنا حرف او، ثم عندنا حرف اي. اذا هادو لي فويال. الى شي حرف انتهى بشي واحد من هادو بحال دابا عندنا لو منتهي بهاد او، ها هي عندنا هنا كانت عندنا او هنا، ثم عندنا هاد ار تبتدي اون فويال، ها هي عندنا انا. اذا طبعا تنخليو هاد الكلمه الثانيه وتمشيو للحرف اللي قبل او الاداه اللي قبل وتنحيدو لها هاد او، ثم نضع ابوستروف لأي سبب حتى يستقيم الكلام. عندنا هنا لو جولي الجميل، طبعا كما تنشوفوا بأننا سبقنا الصفة، طبعا هادشي غندربوا عليه مع كثرة القراءة ومع ترديد الجمل والعبارات، طبعا سنتدرب على هذا الأمر ويصبح عادة. إذا كما تنشوفوا تنسبقوا هنا الصفة بالمقارنة مع اللغة العربية، ميكي الجميل، لكن هنا عندنا كما نقول الجميل ميكي، إذن لو جولي ميكي. طبعا ماشي ديما ماشي ديما هاد القضية، كاين بعض المرات تلقاو الكلمة عاد تلقاو مراها الصفة، وكاين بعض المرات واحد الكلمة تيكونو عندها بزاف الصفات تنقدرو نلقاو قبل منها وبعد منها، هادشي غنشوفوه. إذن عندنا لو جولي ميكي، لو جولي ميكي. إذن عندنا هنا مي مي، عندنا ام اي تنطق مي بحال اللي عندنا هنا مي مي، اذا عندنا مي ولكن هنا ما عندناش نا، عندنا كا اي كا اي، هاد كا اي ينطق كي. طبعا حرف كا في الكتابة اليدوية يكتب بهذا الشكل هكذا، طبعا اش حرف اش يكتب بهذا الشكل. الفرق هو هاد اللقيه اللي كاينه هنا، هذا حرف اش يعني اش اللي تنعرفوه بهذا الشكل في الكتابه اليدويه يكتب هكذا، لكن حرف ك طبعا يكتب بهذا الشكل. اذا هذا حرف ك، اذا طبعا سنكتب ام ثم اي ثم ك ثم اي. جولي ميكي، اذا جولي ميكي، اذا لو جولي ميكي. ثم عندنا لو دو مي نو، لو دو مي نو، لو دو مي نو. اذا عندنا دو، طبعا قبلا راينا الضي ولكن فين شفناها؟ شفنا هنا دو دو، اذا هنا عندنا دي او، عندنا دي او تنطق دو، هذه تنطق دو دو، لكن هنا عندنا دو، لحقاش عندنا هنا دي وهنا عندنا او، فوالا. اذا عندنا ا او ا
او. اذا هنا او، اذا دي او تنطق دو، دي او تنطق دو دو. ثم عندنا ام اي، تماما مثل ميكي. اذا كما قلنا ام اي تنطق مي مي، وايضا مثل مينا، وايضا مثل مينا. عندنا هنا مي، ام اي تنطق مي. اذا عندنا مي، ثم عندنا نا، ان ا تنطق نا. لكن هنا عندنا ان او وليس ان ا. اذا ان او تنطق نو، د او تنطق دو، ان او تنطق نو نو نو. بحال عندنا الدال والواو، اذا تنطق دو. هناك انه عندنا النون والواو، اذا سننطقها نو نو. الكلمة ككل لو دومينو، لو دومينو، لو دومينو. اذا نتكلم عن لعبة الدومينو. ثم عندنا حرف اي، ثم عندنا حرف اي. اذا حرف اي كما قلنا، حرف اي يكتب هكذا، هذا حرف اي. عند الصعود لا نضغط على القلم، وعند النزول نضغط عليه شيئا ما، ثم يخف عند هد الانعراجة. اذا هكذا. ثم عندنا حرف او، كما قلنا حرف او يكتب بهذا الشكل. إذن عندنا حرف او. ثم عندنا حرف ا، حرف ا يكتب بهذا الشكل. إذن عندنا حرف ا. ثم عندنا حرف او، ثم حرف او كما قلنا، ثم مرة اخرى حرف اي، ثم هذا المقطع اللفظي مي. هذا المقطع اللفظي يسمى في اللغة الفرنسية سيلاب، لا سيلاب يعني المقطع اللفظي. اذا نتكلم عن مجموعة احرف ممكن يتكون من حرفين او اكثر، لكن تنطق دفعة واحدة لا يمكن تقسيمها. اذا نقول مي، بينما في كلمة جولي ممكن أنني أقسمها فأقول جو لي جو لي. إذن هذه مجموعة أحرف، هذه مجموعة أحرف، طبعا هي لتسهيل نطق الكلمة، هي لتسهيل نطق الكلمة. إذن نقسمها إلى دي سيلاب. إذن نكتب سيلاب سيلاب. إذن تكتب هكذا. سيلاب سيلاب المقصود به مقطع لفظي. إذن هذه مجموعة الأحرف التي تنطق دفعة واحدة نسمى سيلاب. إذن عندنا مي، إذن كما قلنا كذا. إلى غير ذلك. ثم عندنا مو، إلى غير ذلك. ثم عندنا ما، إذن عندنا ما. إذن مي مو ما، إذن هذه تسمى
سيلاب، كل واحدة منها تسمى سيلاب، تسمى مقطع لفظي. نتكلم عن مجموعة أحرف تنطق دفعة واحدة. ثم عندنا ميمي، ميمي ميمي. إذن كما تلاحظوا هاد كلمة ميمي واش هي؟ سيلاب. طبعا ليست سيلاب، لأن يمكن لنا نطقها على دفعتين، نقول مي مي، بينما هذه مي لا يمكن أن نقسمها أكثر، نقول مي إي كما قلنا، أو مثلا هنا نقول ماء، أو هنا نقول مؤ، أو نقول هنا مثلا مؤ. إذا لا يمكن تقسيمها، إذا هذه تسمى سيلاب، بينما هذه كلمة مكونة من دو سيلاب، مكونة من مقطعين لفظيين، إذا نقول ميمي. عندنا هنا مي مي ميمي، بحال شفنا من قبل بابا با با، إذا هنا مي مي، عندنا ام اي تنطق مي، ام ا تنطق ما، ام او تنطق مو، لكن هنا عندنا ام اي كما قلنا مرة أخرى تنطق مي، نضيف لها مي أخرى تنطق مي 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 مي، ولكن هنا عندنا مي ثم عندنا نا نا، إذن تنطق مي نا مينا مي نا مينا، إذن تكتب هكذا. إلى غير ذلك، نستأنف إن شاء الله في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.